بس بعدين أني يعني فش تكون يعني أن كسوي نمبر يعني الأول نمبر كوانتيك لو بخمير نمبر كوانتيك أن مسبع لنمبر كوانتيك سكوندير L يعني العدد الكمي الثانوي اللي هو L يعني العدد الكمي الثانوي اللي هو L مربوط ب N مسبع ال L كيكون il peut être compris entre 0 et N moins 1 يعني L ديما كتكون محصورة بين 0 و N moins 1 يعني L مربوطة ب N moins 1 مثلا إلا كانت عندي N كتساوي لنا 1 إلا كانت N كتساوي N ما كتساويش 0 N راه نيفو عدد نيفو يقدر يكون 1 يقدر يكون 2 فما فوق ما يمكنش تكون N 0 بالنسبة ل L كتكون محصورة بين 0 من 0 حسب N ناقص 1 مثلا خدينا النيفو هو 4 خدينا النيفو هو 4 شحال تكون L إلا تكون نبداوها من الزيرو إلا تكون هي زيرو واحد جوج ثلاثة مخصهاش يكسب ربعة حيت مكتفوتناش هي إن إل كتوصل أقصى قيمة كتوصلها هي إن ناقص واحد كتزيد داك إن كتنقصنا واحد مثلا كانت إن عندي هي خمسة مغنوصلش لخمسة إلا مغتوصلش لخمسة إلا غتبدا لنا من الزيرو حتى ربعة إلا تبدا لنا من الزيرو حتى ربعة إذا إل شحال فيها مراقب هاد إل فهاد الحالة شحال كيكون فيها مراقب طريقة الحل كديرو n ناقص واحد ناقص زيرو وزيد واحد كيعطيك n بحال دابا عندك مثال عندك مثلا ديسيم 20 ورقة مثلا لاباج 20 وساليسيم لاباج 30 شنو كنديرو باش نعرفو شحال عدد لي باج لي ديسيم كدير لاباج التالية شحال العدد التالي ناقص العدد الأول وتزيد عليه واحد كدير مثلا 30 ناقص 20 وتزيد عليها واحد دابا هنا نفس الحال باش نعرف شحال عندي ديال لي فالور كندير n ناقص 1 كنقص منها بعد هذا العدد باش بديت ليه هو 0 كتبقى هي نيت n ناقص 1 وكنزيد عليها 1 فاش نزيد عليها 1 تمشي ناقص 1 مع 1 كتبقى لنا n يعني l ديما العدد خصو يجينا هو n يعني شحال l فيها بالنسبه لدابا بالنسبه ل n 4 شنو هما لي فالور ديال n الا تكون 0 1 2 3 سي تادير 4 ديال لي فالور كاينين 4 ديال لي فالور من 0 حتى ل 3 علاش لان خدمنا على n 4 الى عطينا مثال مثلا n كتساوي 5 n كتساوي 5 فغتكون لي فالور غيكونوا 5 علاش غتكون l 0 l كتساوي 1 l كتساوي 2 l كتساوي 3 l كتساوي 4 من خطا انني نكتب l كتساوي 5 من خطا خاص بقى الا تكون واصله ل 4 لان حنا خدامين في النيفو رقم 5 il définit la géométrie de l'orbital شنو الدور هاد ال يعني كيحددنا الجيومتري ديال الاوربيتال الاتوميك كيحددنا يعني الشكل الهندسي لا ياخذوا هذه الدقيقه الدرجه الدقيقه هذه وهذا العنصر هذا اللي كنشوفوا هنا كيما مرسوم فعنده شكل هندسي فال كيحدد لي الشكل الهندسي ديال داك العنصر الا كانت ال كتساوي 0 الا كانت ال كتساوي 0 فالشكل كيجي على شكل كره هكا غادي فاش تكون ال 0 فاش تكون ال 0 إذا كان L واحد فالشكل الهندسي غيجي هكا كما كتلاحظوا هنا غيجي الشكل الهندسي بحال داك لانفين يعني لانفيني معوجة لانفيني ولا 8 كنعكسوها حسب اتجاهات فهذا كيعطيني لا جيومتري يعني حسب داك L كتعطيني لا جيومتري بطبيعة الحال فاش تكون L جوج غيكون عنده شكل آخر يعني جوج غيكون عنده شكل آخر هذا بالنسبة ل L كيعطينا لا جيومتري ديال لوربيتال هادو كيتسموا لوربيتال اتوميك هادو المرسومين هنا اللي كتلاحظوا كيتسموا لوربيتال اتوميك هنا لوربيتال اتوميك ديال اس وهادو لوربيتال اتوميك ديال بي هادي من جهه اخرى ال فاش تكون ال 0 مباشره راه عندي اس ال 0 هي اس هي هادي المرسومه هنايا لوربيتال يعني اس كتكون هي ال 0 ال كتساوي 1 هي لوربيتال بي هي لوربيتال بي اللي كنشوفو هنايا ال جوج هو لوربيتال دي ال جوج هو لوربيتال دي يعني هنا كتعطينا لا جيومتري ال كتعطينا لا جيومتري وكتعطيني يعني واش اس واش خدام اس ولا بي ولا دي غنخدمو اس اذا كانت ال زيرو اس كيز جوج الالكترونات اش كيز جوج الالكترونات لان نجيو نعوضو يعني عززنا يعني جوج الالكترونات نعوضو هنا بجوج بالنسبة للبي كيهزونا 6 الإلكترونات بي كيهزونا 6 الإلكترونات ودي كيهزونا 10 بي كيهزونا 10 عندنا هنا
ال كتكون فيها يعني كاز وحده، ال كتكون فيها يعني مكعب واحد، يعني مكعب واحد فيه جوج الكترونات. علاش كنقولوا ال اللي هي اس كتهز جوج الكترونات. بالنسبه ال اللي هو واحد اللي هو الاوربيتال بي، ال كيكون فيه 3 د ليكاس. 3 د ليكاس يعني ثلاثه د المربعات نعمرهم، وكل مربع كيهزنا جوج الكترونات. فمربع كما قلنا في الاول ال 0 عندنا مربع واحد هزنا جوج الكترونات، عندنا ثلاثه د المربعات اذا كاملين جوج 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 يهزنا 6. فبالنسبه للاوربيتال بي كيهزو 6. بالنسبه اللي خدمنا على الاوربيتال دي، الاوربيتال دي اللي هو ال كيساوي 2، فغيكونوا 5 د ليكاس. هاد 5 د ليكاس غيهزو لي كل واحد يهز لي جوج، اذا غيجيني مجموع 10 10 الكترونات. وهكا هذا اللي هضرنا بالنسبه للونغ كوانتيك اللي هو ال، لونغ كوانتيك سكوندير اللي هو ال، يعني العدد الكمي الرئيسي عندنا ان، ومراه عندنا العدد الكمي الثانوي اللي هو ال. من بعد ندوزو للثوازيام لونغ كوانتيك اللي هو ال، واللي كيتسمى يعني لونغ كوانتيك مانيتيك. كيتسمى لونغ كوانتيك مانيتيك بطبيعة الحال عندو بزاف ديال السميات، حنا نهضرو دابا على هاد عندنا لونغ كوانتيك مانيتيك. من العدد الكمي المغناطيسي اللي هو ان، مغناطيسي مانيتيك علاش وضعنا ان. عندنا لونغ كوانتيك ان شو كيمثلنا بعدا، شو هما القيم اللي كياخدها؟ ام كياخد ديما ارقام محصوره بين ناقص ال و ال، يعني ام بخون توت لي فالور انتير انتر موان زد اي بلوس ان. هنا يعني مثلا خديت ان ال، حيت انا عرفنا كيفاش نحددو ال انطلاقا من بي، وقلنا بان ال فاش تكون زيرو هي اس، فاش تكون ال هي واحد كتكون بي، فاش تكون ال هي جوج هي دي، فاش تكون ال كتساوي ثلاثة هي اف، وهكذا. فاش تكون ال هي اربعة هي جي، كل ال شحال كتهز؟ الا كانت ال زيرو فيها دو لي فيها كاس وحده كتهز جوج الكترونات، الا كانت ال فيها واحد فهي كتهز 3 د ليكاس دونك فيها 6 الكترونات، وهكذا. لو ثوازيام نمبر كوانتيك ام كيكون محصور بما ديما بين ناقص ال و بلس ال. مثلا بالنسبه فاش كتكون ال زيرو غتكون قيمه ديال يعني ام محصوره بين ناقص زيرو وزائد زيرو، يعني هي زيرو، غتكون قيمه واحده ديال ام هي زيرو. فاش تكون اس، فاش تكون ال هي واحد، فالقيم اللي غيجيونا غيجيو محصورين، غتجيني ام محصوره بين ناقص واحد وواحد، هادشي او تساوي، تجي محصوره او تساوي، غتجي من بين ناقص واحد وواحد، بمعنى كاين ثلاثة الأرقام اللي هي تخوا فالو، كتكون لي فالور هما ناقص واحد، زيرو، واحد. إلا خدينا ال كتساوي ربعة، ال كتساوي ربعة، فإم تكون محصورة بين ناقص ربعة وزائد ربعة، بمعنى بمعنى فاش نجيب لي فالور غدير اضرب داك 4 في 2 بزاف واحد، 4 في 2 هي 8 زائد 1 هي 9، 9. فكنديرو نحسبو 9، هادشي هي هادشي ناقص 4، نبداو ناقص 4 حيت حنا عندنا بالنسبة لنا هنا ال كتساوي 4، إذا ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3 4. إذا الأرقام اللي عندي عندي 9 ديال لي فالور. غنوليو نحسبو بيدينا، غنوليو نعاودو الحساب. عندنا قلنا ناخدو ال كتساوي لنا 4، ال كتساوي 4، بغينا في هاد الحالة نحددو شحال عندي ام. فحنا غنبداو مادام أننا عندنا ال هي 4، فالقيمة ديال ام محصورة بين ناقص 4 وزائد 4، إذا نبداو ناقص 4، عندنا ناقص 4 ونهبطو ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3 4. اذا عندنا 9 9 ديال الارقام، 9 ديال لي فالور، حاجه تكون ال كتساوي لنا 4. اذا كل ام مرتبطه بال ال، وال ال اساسا مرتبط بال ال. دابا نتعرفوا على الاس، يعني انا نشرحوا بهذا الجو كان ان غادي ديتيرميني لا كوش اي لا سو كوش اي سا جيومتري. ام فا ديتيرميني النومبر دو كاس دو دو الكترون دو لا سو كوش. هنا بالنسبه لام مثلا فاش تكون ال واحد، ال واحد بس هادي بالنسبة ل ال كتساوي واحد، غتجينا ام شحال؟ ام متاخد أرق... يعني ام الارقام اللي غتاخدهم عندهم ناقص واحد زيرو والواحد، يعني تخوا ديال لي فالور. هاد تخوا ديال لي فالور كيمثلو لي هما هاد لي تخوا كاس اللي كتشوفو هنايا في الحالة فاش تكون ال كتساوي واحد. اذا ام كتمثل لي هي داك لاكاس، ام كيمثل لي هو داك المربع اللي كنعمر فيه الالكترونات. يعني بحال دابا في الاول ال كتساوي زيرو اللي هي دو تيب اس،
كيكون عندي مربع واحد اللي هو زيرو اللي هو ام كيساوي زيرو. هنا في حالة ال كتساوي واحد يكون ثلاثة ديال لي فالور، غتكون القيمة مقسومة بين ناقص واحد وواحد، يعني تكون القيمة هي ناقص واحد هاد المربع الأول، وزيرو هاد المربع اللي في الوسط اللي هو الثاني، وواحد اللي هو المربع الثالث آخر. فعندي ثلاثة ديال المربعات علاش؟ لأن عندي تخوا دي فالور ديال ام، تخوا دي فالور ديال ام، وكل ام مربوطة بإس، كل ام مربوطة بإس، كل ام فيها دوز إس، كل ام فيها إس. هذا كتكون اس موجبه و اس سالبه، اس كتكون القيمه ديالها هي ناقص واحد على جوج، فاما تكون قيمه اس هي ناقص واحد على جوج، واما اس هي زائد واحد على جوج. هو كيتسمى لو سبين، لو سبين هو بالالكترون بالشيدور، يعني على حسب واش كاين الالكترون فوق ولا الالكترون تحت. فاذا كان الالكترون فوق نديرو السهم فوق، اذا كان الالكترون تحت نديرو السهم تحت. يعني لو سبين باش كيدور الالكترون كاين فين كيتموضع، واش كاين فوق ولا كاين تحت. يعني لو سبين هو باش كيدور هاد الالكترون. فكل كاس كتهز جوج الكترونات، اذا علاش؟ لان كل كاس فيها دو سبين، يعني كاين الكترون فوق والكترون تحت، يمكنش يكونوا جوج الكترونات الفوق، يمكنش يكونوا جوج الكترونات التحت، فديما واحد الفوق والاخر التحت، وكيتعمروا هاد يعني كل ام كل كاس فيها دو زيس، يعني فيها دو ديال الالكترون. لي زيس كنتلو الالكترونات، لي زيس بحال هاد لو سبين مثلا، بحال كاين الكترون الاول عنده ناقص واحد على جوج كيكون تحت، والاخر عنده واحد على جوج اللي هو الفوق. هنا غنمليو لعبد هادشي، عندنا ان كيمثل لي واحد لي كوش، يعني الطبقات ديال المستويات، مستويات مثلا ان كيساوي واحد فيه الطبقة الأولى، مستوى جوج الطبقة الثانية، مستوى الثالثة الطبقة الثالثة. ال كيمثل لي سو كوش، دابا الطبقة مع هاد الطبقة مكتكونش، كتكون مثلا مجموعة ديال الطبقات وحدة حدا وحدة كيشكلو لي طبقة، يعني كيتسمو لي سو كوش. فبحال داكشي ديال الملفاي، مثلا الملفاي كتاخد طبقة على طبقة على طبقة، ورقة على ورقة، ورقة على ورقة، ورقة على ورقة، كتعطيك واحد الطبقة، فكتلقى بحال طبقة، وفي نفس الوقت مكونة مع عدة طبقات اللي هي داخلة في التركيب ديالها. فاش ناخد مثلا بحال دابا ان كتساوي ثلاثة، ان كتساوي ثلاثة، هادي الطبقة في النيفو ثلاثة، ولكن الطبقة هادي مناش مكونة، مكونة من ثلاثة ديال الطبقات متداخلين بيناتهم، يعني ثلاثة ديال لي سوكوش، كيكونو ثلاثة ديال الطبقات، الأولى نسميها ال زيرو اللي هي اس، الثانية غنسميها ال واحد اللي هي بي، والثالثة اللي هي ال كتساوي جوج اللي هي دي. وهادو فاش يعني هادو طبقات هادو كيتسموو سوكوش، متلاصقين وحدة حدا وحدة باش يعطيوني طبقة اللي هي ثلاثة اللي هي ان، هي لاكوش. وعندنا هاد ال كيحدد لي لاجيومتري، لاجيومتري كيحدد لي الشكل الهندسي كيفاش غيكون، يعني الشكل الهندسي واش يكون عبارة عن كرة واش يكون. بالنسبة لام كيحدد النومبو ديال كاس، والام كيحدد العدد ديال لي كاس اللي عندك، وكل كاس يعني فيها جوج الكترونات، يعني كل كاس كتكون فيها جوج الكترونات، كل كاس كتكون جوج الكترونات، وكنديروها في لاسو كوش. يعني داك لاسو كوش على بها هاديك، هادي كاملة راها سو كوش، سو كوش شحال فيها ثلاثة ديال لي كاس، فيها ثلاثة ديال لي كاس. هادي عاوتاني تا هي سو كوش، سو كوش فيها يعني كاس وحدة، فكتلقى كل كوش، كل سو كوش فيها دي كاس. يعني غنبداو يعني كتلقى لي كاس كاينين سوكوش، وسوكوش زائد سوكوش زائد سوكوش كيعطيونا كوش. يعني ملي تجي تشوف كوش اللي هي ان كتكون مع عدد اللي هو ان، كتكون يعني واحد العدد كبير ديال ال اللي هو سوكوش، وكل سوكوش فيها واحد العدد ام اللي هو عدد ديال لي كاس.